اهلا وسهلا يا مرحبا، السلام عليكم. الحين في القنابل قلنا بنسوي مصنع جديد صح، لكن بداية المصنع الجديد راح يكون مش نفس ما قلت بالضبط. انا كنت بسوي في المسافة اللي في الوسط اللي نظفتها، لكن شو قررت؟ لان الفحم هني موجود، بنحتاج الفحم، والمنتجات البترولية راح استعملها في الحرق هني بشلهم، لانه بيوقف عليه البلاستيك الحين خلاص تقريبا، اظن يوقف البلاستيك اصلا كبره، مش قادر انتج الاحمر اسمه الالكترونيك سيركت. فشو قلت؟ الموقع هذا دبلوماسي، بشل انتاج اللي هني بيبقى لين هني في الوسط، وببدا اسوي المصنع من الوسط. خلنا بركن هذا مكانه زين حلو، وخلنا نسوي لنا تورت، نسوي لنا إيدار، ولا أقول أن عمود ليت أصلا ما أخذ مساحة، منها نحمي عمود الليت، منها نسوي لنا مساحة حماية. يلا نسوي لنا مساحة حماية جميلة، نسوي بوابة عودة شوي، بس لو أنا شارد في السيارة وراي وايدين ما اتم عالق وايد. هذا والتورة مالنا نحطيه هني مكانه جيد، عندي رصاص حلو زين، ما بركن سيارة داخل بس اوكي عادي. انت تفجير يا حبيبي تفجير، والله غالي هو الصراحة تبون صدق، لكن يسوى الوضع. بنسوي هني مصنع شوي كبير. وابوك فلحت عمري، شغل السكارة هذا لازم نودره. طبعا هني بيكون مساحة البترولة، مش المكان اللي انا فيه الحين، حرام والله اخسر يا قنبلة، غالي قنبلة غالية. في مكان فوق النظفة، ترى العداء مش بعاد هني شوي فوق، ترى ما اعرف اذا سويت حشرة بيون ولا ما بيون، فاحتياطا بسوي تورت اساسا نحطيه في وقت الطواري. ابي ارمر، خلنا نسوي لنا اثنين. انا ما ليش ما سويت مودلر ارمر؟ لحظة سوي مودلر ارمر نبدل، لانه ولا خلنا نبدله. انزين نحن بنحتاج عدة مراحل. اول شيء لبن ننتج نحن شو قبل البنفسجي هذا اللي هي يبالها الكتريك فيرنس، ها بروحها يبالها مصنع ضخم، واخر شيء المصانع كلها تصب مكان واحد. انا اتوقع لو اسوي المصنع هني بعيد المصنع بيكون اوكي، في عندنا مكان ننتج منه، بس المصنع اللي جاي لا ما بيكون عندنا مكان. فنحن شو نحتاج؟ بيرسينج جراوندز اوكي، مجازين. البيرسينج جراوندز يجي نوا ستيل كوبر بليت حلو اوكي، يعني معناه نباه خام يدخل علينا من محتاج افرام، بسوي 10 افران مثلا، سوي اكثر شوية ما عليه ما يضر. ستيل فرنس، خلنا نسوي ستيل فرنس كلهن، خلنا نسوي ستيل، خلنا نجيب ستيل. انا حيت عندي ستيل وايد، انتج كل هذا ستيل وما اسوي، خلنا نجيب ستيل. ما كنت حاط صندوق انا حق الستيل احيد، ولا شليته احيد صح؟ اي شليته. اذا ابغى ستيل لازم دام انك جهزت ريل سيجنال، نبغى سيجنال بعد. قلت لكم راح نجهز حق القطار الحين شوي شوي، بس الصبر زين. سيل فيرنس يبال ستون بروك، هذا كم بنحتاج إزار؟ بس 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 يا أبوك، أقول بس وقف لا تنتج أصلا بكبرة خلاص. 10 بنسوي الحين، عندي سامان حق لا ما عندي، خلنا ننزل عيل ما بصير وارجع. بسوي هناك شكل الصناديق شوي،
اساسا جمع سما انا ما كان قريب نفس هذا. زين نبا شيء ثاني حقه ما نبا ما با تلعوز. خلينا نقلل الروحات والجيات. اول شيء بسوي رصاص حق الريسيرش حلو، بعدين بنسوي القنابل. قنابل يبالها بعد رصاص، يعني نبى رصاصة بروحة، نبى قنابل. قنابل ما يبالها رصاص، قنابل يبالها اللي هو الفحم والايرون بليت. حلو، يعني اول ما صنع نحن شو بنسوي؟ انقشع يا صديقي، انت بخليك بروحك. يرانيوم عندي متقنة عودة عادي، ممكن شلها. فحم هني خلى ولا فحم برايه. شوف بسوي اول مصنع. انا مطالب منكم كلها، اقول ما ابغى سوي لي الفرنس، مش فايق انا حقك الحين. شوفوا واحد خلنا اثنين، لبينا فراغ حق العمدان. ثلاثة اربعة، نحن نتفق النهاية الاسرع. خمسة بنسويها هنا هني. خلنا نبدل هذا بهذا، خلي اماكن المصنع رقم واحد بينزل من هني بعد ما يسوي لنا يبقى بيرسينج. بيرسينج بيكون تو ستيجز مش واحد. من زين يبقى بيرسينج هذا الفيرم احنا بنسوي. اول شيء يبقى اربعة ايرون بليت، ونشل الايرون بليت من هني، بنسوي خمسة. اوكي بنسوي عشرة بس اعرف عقب بحتاج. حلو، بعدين بنحتاج ستيل بليت. شوفوا هذا حق ستيج 1 نو، هذا على اساس نحن نسوي ستيج 1. اوكي طبعا شو قلنا بيب موين هذا حرقة من نيبه من تحت. خل والله خليت سيارتي وصرت مشي. اوكي ماله اصلا بمد الامور طيبة. في حال اني غلطت في هذا خلى الحين خلنا نمده. اهم شيء الخط يكون محمي. اوكي الوضع راح يحتاج وايد من هذيل، وايد نبقى خلنا اسير اسرق شوي من الحزام. ها كلهم ندعمهم ترى، كل دم ناقص ندعمهم. الحين احمر ناقصني، ليش انقصني الاحمر؟ خلنا نسرق من هاي وخلاص، خلهم ينتجون مالي. ما عندي الاحمر يود، اسهل شيء ما عندي منه. عندي سبير بعد حلو، هذا على اساس استفيد من البترول اللي عندي. هذا بيكون هني مدخل فيول ماله. الفيول هذا بيكون مدخل واحد على فكرة، يعني مش مو بسوي ليش اسمه بدخلها من مكان واحد هم الاثنين، يعني الطريقة هاي وراح ينتج بعدها من هني. هتكون عندنا الصورة واضحة، بس بدخل هذا اثنين هني، اثنين هني، اثنين هني، نطلع انتاج واحد من هني. اوكي
يدخل في هذا خط واحد قابل للتمديد على فكرة. 3 4 5 بس انه يكون بعد هذا شوي، لانه هذا بيحطي اخر شيء هني، وهذا بيشل البليت حلو اللي بيعقونه له، واخر شيء بيكون هني. شو بيسوي هذا؟ هذا بيسوي رصاص حلو. خلكم مركزين معي، الرصاص بيمشي وين؟ على هذا الخط. هذا الخط شو بيمشي عنده؟ بيمشي عنده المنتج اللي عقبه اللي هو نبا ستيل بليت، الحين هو نبا برونز ولا اللي هو الكوبر هذا بليت. الكوبر هذا الستيل يبغى الايرون بليت 5 بس مو يبغى شيء ثاني. بنشل من هنا بعدنا، بنرفع الصوب الثاني وبننزل شكله، نبي نزيد انتاج هذا. فشو بسوي؟ نمسح الخط هذا، يكون شكلي برد بلفه من فوق اخر شيء. زين، أربعة خمسة. هل نسوي عواميد كهرباء؟ أحس أنها بتنقصني. إحساس إحساس. هل نجهز المكان؟ كان أروم ضيقهم أكثر بس ما ضيقتهم، خلنا نضيقهم دام أنه في بداية المصنع. حط كل الاثنين جنب بعض، يكون افضل المساحة. ممكن نستعمله حق شغلات اكثر تكون صدق. بيكون افضل وايد. نزيل هذا يكون 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 بس ها حق الحين يسده حلو. ركزوا معي انتو، ان هذا المصنع بيكون من المصانع القوية عندنا. هذا بيبلنا كله، نبني كامل. اوكي، نبني كامل بشو؟ هذا بينتج لنا المنتج النهائي اللي هو الرشاش. حلو، رشاش. نحن نبغى منتجين اضافيات على هذا، نبغى هذا يروح في خط. اوكي، خلا نحط له كهرباء يضيق بيشوفه بالطريقة هاي. مو بشغل الحين اصلا، حتى مش موصلين نحن الكهرباء، مش موصلينها ترى. لو نحن موصلين الكهرباء كان سهل وايد. كنت هاي بعد ايرون مرسك الثنتين، بس مرسك انا كل ثنتين. الحين نبغى المصنع اللي بعده. ترى الموضوع بدا يتعقد يا جماعه. هذا كله حق طلقات اللي هي المرحله الاولى نحن قاعدين نشتغل عليها. حلو، مرحلة الأولى الحين يبغالنا نسوي الستيل، ستيل والكوبر. ستيل والكوبر بخليهم أنا على لاين واحد على فكرة، بس أبغى أجيب وين سيارتي هناك، بس بعدني أبغى ستيل، ستيل وستون برك بالأحرى ستون. أنا أبغى حتى مش ستيل، شيء عجيب تحتاج الحصى، لأن الحصى مش استعمال كبير الصراحة له عندنا يعني في كل صناعة،
بريك 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 طيب بريك. متى داح بريك من السنة الحين توقف؟ لا 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 لا, لا, لا أنا مو بك أنت. تعال أنا ضيعت. أنا بك أنت. 50 مو مسوي 50 مسوي 20 لين نوصل هناك يكون جهز منا شيء. سميني ضيعت من ريس من ريوس. نسوي 30 دام انك قاعد يستوي بسرعة الصراحة. هذا الترتيب. كله لجل المرحلة الاولى بخلصها على مراحل ان شاء الله اشرح لكم اياها. لان هذا من اهم الشغلات يعني ان مراحل كيف تسوي هالشيء. بس انا الشيء اللي بعوضه فيه بغير اللي هو البترول. برجع البترول بعد شوي بنت برويكم كيف اسويه. انزين هذا هني 1 2 3 4 5 في الوسط خط واحد اوكي يجمع الاثنين الافران اللي فيهم. ترى وايد افران قاعد احط هنا بس ابغى انتاجيه عاليه ولان عندي مساحه وبستعمل مساحه لان عندي مساحه بستعملها بحللها المساحه. انا مش نفس اخر مره في البدايه الواحد يمكن ينجبر بشوي مساحات بس بعدين ما ينجبر. انزين اخبركم شو بيستوي عندي انا الحين. الستيل بيني مكانين الحديد بيني مكانين حلو بيني هني بيروح هني. يعني اذا اشغل المصنع هذا نجمع انتاجه مكان واحد اوكي لحظة اوكي اما انتاجه مكان واحد بيكون شيء ممتاز. في داخل اظني بعد ترى لازم يكون بعد لحظة خلنا نسوي كم مية اقول خلنا نسوي كل شيء نقدر نسويه ارى مكان سريع وقت اوكي. هذا بي بالطريقة هاي هذا بي بهاي الطريقة هذا مني به بهاي الطريقة هني هني بحط سبلتر. ترى هني سبلتر مهم لانه بيوزع شغل وايد. هني بيكون على الاغلب حتى في كذا سبلتر مش سبلتر واحد لا كذا واحد بحطيه. برايكم بحط سبلترز شغل هذا اوكي. هني الحين انا شو بسوي بسوي بالطريقة هاي ابا سبلتر واحد قلت لكم كنسل اي وقت صح نسوي اقوى هيل. خلنا نسوي لنا سبلتر شوفوا هاي شغلة السبلتر او ممكن نسوي طريقة حلوة ترى ان النهاية كل واحد بروح شو اسوي لكم نبدأ سبلتر هني اوكي ندخل هذا هني وندخل هذا هني خلاص هو بيشوف التوزيع. بدخل الحديد على هذا اللي هو بيبقى هني شو بخبركم انا لان هني ما بيطلع منه شيء ترى ما بيب شيء هني ترى بما ان عندي سبلتر هناك اوكي بطلع نص الانتاج لين هني طلع نص الانتاج الثاني لين وين هني حلو
حنشل السيارة ونزل تحت على البترول. بيكم عندنا 50 اوكي بيكفونا شغل وزيادة. خلنا نسير عند مصنع البترول. مصنع البترول ما يبغى السبلتر. كل محتاج نسوي هاي حركة فقط لا غير. على فكرة ممكن ننتج وايد بترول هنا عندي مصنعين غيرها. يعني ممكن احط بمب رفينري ثاني والامور سهلات ترى. ف بس بشيل وياي كمية زين بعبيها من هناك. اتمنى انه يكون افضل من الفحم. اح اوبس قلنا اح ما ينفع. زين بس الفيس ون هذا يشتغل الحينه. واو بوك زين وما كسرته. زين هذا هني. انا حطيت سبلتر شويه بهكت عمري ترى بس لا تسكي. هلا نحطي الطريقة هاي اوكي. سوينا طوال كمان وحدة حلو. ونبدأ شو نسوي؟ نبدأ نحطي لها منتاجية. ممكن نحط الأسرع بس أصلا الفرن مش بالسرعة اللي خلينا نستعمل الأسرع منه أصلا. يعني ف ما في أفا يشتغل على الكهرباء بس بتقولي ما يشتغل يعني. آه أوكي أنا آسف أنا آسف. لا يشتغل هنا. خلنا نوزع عليهم دام كل اللي عندي. اوكي خلص. انزين هاي اللي بيحتاجون فيول بعد ترى. فهني بيكون في شغل سبلتر ثاني بس ابى ازيد الانتاجيه تحت. كنت براويكم كيف الانتاجيه هنا بتكون. شوفوا والانتاجيه بالنسبه لهذا ترى ايزي. يعني لحظه وين الارمز مال وين مصر 50 واحد كان عندي قاعد 50 واحد تو. يوم سويت هاي استعملوا الارض اخ نسيت الموضوع. اوكي ما عليه سامحوني يا جماعه انه التصعد اني اسف اني اسف اني اسف. بوزعهم عقب هذا عادي اتحتون. نقدر نسوي اللي نبغى سنقل ونقدر نسوي اللي وقت اللي نبغى عادي مش قضية. من هنا ما في مشكلة. هذا بيحط لنا اللي برا ترى. صبر بخبركم شو يستوي. ممكن أكبر المصنع أكثر. بس هذا شوي المصنع كومباكت. شوية مصنع صغيرون. مزين. كبيرات الكهرباء هني بعد. هذا مكانهم كامل غلط. ما ينفع. مش انه ما ينفع. لا عادي كل شيء ينفع. لانه في نهاية اليوم شو بسوي. بسوي هالحركة هاي. اوكي. حطي هذا. اوكي. فلتر. خلاص يعني مش 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 قضية يعني. بس
اللي غلط فيه انا ان انا هني مو بحتاج ايرون. انا كنت ممكن اشيل ايرون من فوق بدل ما اسوي من هني. انا شو كانت الخطة مالي اول شي؟ بنتج براويكم الخطة مالي، خلاص بكمل عليها وفي في المرحلة الثانية بنعدل عليها. براويكم شو كانت الخطة. الخطة عادية زينة تشتغل، لكن كان مفروض اسوي خطة احسن. اخبركم ليش، لان الحين هذه باي طريقة بتشتغل. كان ممكن اوفر الجهود يعني، ولا الارمز يعني هاي تروح هني صح. نبغى نحن شو بالاضافة لهاي الستيل بليت. اوكي بكل بساطة احط ارمز هني، بس لازم اجيب شوي فيول للمنطقة. وغلط في تصميم الفيول على فكرة، عادي ارمي فيول مش صعب. اخبركم كيف نستغل الخطوط الموجودة، ما في ابدأ كل شيء من اول وجديد. ف زين نسوي لكم الخطة هني. وايد شغل يبغاله يا جماعة. وايد بس بيكون المكان شوي معقد، لكن وايد حلو يعني. بيستوينكم بتحسون معقد شوي، لكن it is nice. بس ليش ما عندي تاجية بترول؟ هني السؤال. الحين مفروض اشيل البترول ناقصة. منه يعبي بترول ومنه يعبي شو هذا. على فكرة الموضوع هني بعد ترى يستوي موضوع سبريتر مرة ثانية. وايد سبريتر صح ضيعته. اهم شيء ما تكونوا ضيعتوا هاي المرحلة الأولى، بس المرحلة الثانية بيكون أكثر ترى. وفي طرق أفضل شوي، بس يبغاله استثمار وقت شوي بعد. لحظة أخ، أيوة هاي الكلاب اللي لازم نكنسل حاليا شغلهم. أوكي تعرفون شو، بما إني متعايز باخذ لي شورت كت صغيرون. زين بخليه يرجع هني، بسوي هذا تي وبسويهم كلام هني. شوفوا برجع كل شيء في الخط شغل عيازه، بخليهم هم يتفاهمون مع الخط كله. يلا اللي بعده عم بسوي ستيل، لان محتاجين فيول. نحن بدون فيول المكان هذا ما يمشي. انزين بعد يبالي سمون، وايد يبالي وايد سمون. هيا كمل انتاجية، يكفيني هالحديد اللي انا ما اعرف اذا يكفيني اساس اني اقسم كل هالتقسيم ترى. بس هذا لازم يروح تحت اصلا مع الستيل، ومن تحت بني بلنا هني خط من الانتاج الرئيسي. بنسوي سبلتر بني بتحت لين هني حق منو، حق اللي هو الكبر. وقتها الكبر شو بيسوي؟ هو بيرتب الأوضاع. الحين إذا تبون أوف على كيفكم هني، رصاص على كيفكم. انزين هني شو قاعد يسوي لنا الحين ستيل. لحظة أنا عندي مكان ستيل بس ما عندي حتى يطلع الستيل. خلنا نطلع الستيل.
نطلع الستيل من هني ونوصله في الخط هذا. ترى هذا المرحلة الأولى للحين في المرحلة الأولى مطولين يعني. زين مش مطولين، لا 5 دقايق غير خلاص بخلص المرحلة الأولى ما عندك فيول يا صديقي، ما عندك فيول. انا شي بالي بالي بليتس. تعال تعال تعال، انا اصلا المكان كله مالي. واسبريتر يبقى بعد زين. خلنا نرجع هناك في تمونة فران شغالة، ما عليكم. اذا ما كفى بنزيد انتاج البترول، بنفتح مصنع ثاني بس حق شو، حق البترول. اهم شي ما يهجموا علي الحين، هجم علي بزعل زعل شديد. ها قاعد يمشي مروح، ان شاء الله الحق عليه اروح وارد ان شاء الله يعني. خلنا نشري هنا كمية. وين صار وين صار؟ هذا موجود موجود موجود، ما روح. موتر عنيد هذا، بس والله خدمني خدم هالموتر هذا الصراحة. مسافات اقطع فيه. قلت تلعب وور كرافت وحصلت موت. في هني، في عندنا كل شيء. زين الحين هذيل يبون شو؟ يبون فيول في المستقبل صح؟ شو نسوي بكل بساطة؟ شل هذا، ركب واحد سبلتر، خلاص انتهى الوضع. لا صح ما يصير. لا 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 لا، انا اسف انا مغلط. اسمحوا لي، انا غلط غلطا كبير. كانت الخطة انا اسوي بالعكس، هذا شيء ايه. خلاص اللي بفيول يشله من هني، لين واحد فيول وش اسمه منه كل شيء. لحظة خربت الدنيا هني، هي على اساس ان محطون البليت الصوب الثاني وهذا الصوب. جبت العيد تبى فيول يا ود، حط فيول بروحك. اهم شي ما يردون المثل داخل ويطلع لنا ستيل زيادة. انزل المرحلة الاخيرة، الافران الاخيرة. واحد اثنين. واللي تصور هاي وايد كفاية، لان هاي بيجهزون بسرعة. اللي هو الكوبر بليت بيجهز بسرعة، ترى ما يبالي وايد، بس اللي باله وايد. لحظة تعال تعال، تنتجون حق شو؟ خلنا نشيل منهم. يوه طلعت لي كمية محترمة، بس ما سويت سبريتر اول. انا عندي سبريتر، عندي مو بس سبريتر. زين انا الجماعة الطيبة اللي هني نسويها بالطريقة هاي، ما في قاعد عابلهم واحد واحد صراحة. بس هني لا، هني شوي خلنا نلف، لأن هذا بيكون شو، نزيل هذيل. أنا ما بقى مساحة مش وايد بالنسبة لي، تبون صدق بالنسبة لي مش ان اي دونت كير، بس احس شكل ارتب اذا سيده. الحلقة شوي طولت صح؟ هاي المرحلة الاولى يا جماعة الخير، المرحلة الاولى. سبليتر واحد يجيبه هني، واذا احتاجنا مكان ثاني يودينا يا مكان ثاني، مو مشكلة. بس ببعد شوي عن منو؟ انا هذا. ان شاء الله كيف، ان شاء الله كيف، ان شاء الله كيف، ان شاء الله كيف. مستحيل، لك تعرف مستحيل كيف.
زين هذه بالنسبة لهذا، بالنسبة للفيول هذا وضعه شوي غير، لأن هذا صدق يبال سبريتر، هذا صدق صدق يبال سبريتر من خاطر، مش أي سبريتر عادي، يبال سبريتر من رجال الصبر، لأن أنا شو بسوي؟ خلى كله مكان واحد، ترى عادي أروم أمشي فوقه يعني حتى لو هذا. زين ها في هجوم عليه، في هجوم اخ، قلت لكم في هجوم. وين سوي تورت؟ ما عليه، مو مشكلة مو مشكلة، بصلحن هاي البس، بس هاي شكلهم مو بيفتشون في حالي الحين. وينهم؟ بحط لهم برجين ثلاث بعد، مش واحد. لهم واحد هني، حط فيها الاخر 200 رصاصة، عيب عن الفضايح، وفي رصاص يكون شوها المسخرة عقب، ما يصير. جيت عند هاير بعد، ما في قطع يستهبلون عليه، يقبلون يهجمون تي وهم يستهبلون، ما فينا. وين هذا؟ وين الباب؟ هذا الباب. خلاص سوينا اثنين بعد، لما بيهجمون وعندنا رصاص نديهم مخهم، مشكلة. تعرف تعرفون وضع يبغاله شو؟ مورغيت باب الاحتياط، اساس ما يخربون تاج مهني، بس يبغالي اقتصد شوي. افا كل الجدران خلصت، استوى علينا هجوم واحد، خلصنا الجدران من الخوف ولا كيف؟ ما يصير هالكلام، عيب. خلنا نروح نجيب رصاص من تحت، لان هذا بعد خط الانتاج مالنا مش ذاك الزود، بس عندنا رصاص تحت، بنجيب رصاص لهم. لازم نوقف الحلقة الصراحة يا جماعة، الحلقة وايد طويلة ترى. اخ لازم ادعم، صح لازم ادعم، وانا داح بريك من كيلو ترى. تعال تعال تعالوا كلكم 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 تعالوا، ابوكم تعالوا، ناوي الشر عليها منه. تعالوا يهجموا عليك كل شوية، ما خليهم يتهنون كلب، خليهم يتهنون،
بيخلص المرحلة الأولى الحين، بس إنه اللي أخرنا شوي الهجوم يا جماعة. زين سمع البريك أنت بس. زين وعندنا تورة بعد صح؟ بعد سوى واحد نسوي لنا يدران شوي هني نشوف السراب هايل. هم فعلا يشبهون سراب ترى على فكرة يعني. زين يوم يجون يهجمون ماخذين راحتهم. اشوف لا حسيب ولا رقيب. انا ما سويت دران اكثر مفروض صح. اوكي ممتاز، هذا يغطي معظم المساحة، يغطي معظم المساحة. ابغى شوي دران بعد. شوف لحن مخيف قام يطلع، شو السالفة؟ لا تخوفونا عاد، خلونا نخاف. زي عادي بحط طور الدخل مش لازم ادخل فيها عادي يعني. هذا هني سد فراغ بس. اوكي ويبالنا رادار هيزخ الاعداء. شوف كم بيزخ الرادار الحين. رادار يبغى كهرباء بنفس شو اسمه. أمور طيبة يعني مش إنه أوكي. حاطين لنا رادار ثاني الصوب الثاني، ولو حاطين رادار هنا هني مكان دبلوماسي حق الرادار. يعني أنت في حضن الكهرباء ما عرفت تحصل كهرباء الزفت. زين خلنا نرجع لموضوعنا، نبغى نكمل المرحلة الأولى يا جماعة الخير. نكمل المرحلة الأولى مش لاحقين، كل شيء يطلعون لنا دخلات بس حلو. أوكي ممتاز يعني ممتاز، في شوي أكشن قاعد يستوي، في شوية أكشن اللي هو جدا ممتاز. هذا اللي أنت تبغى، أباك تشله هذا بس الحديد او تبغى الصدق خلاص ما بيكون هني اصلا، ما بيكون هني وطلع من هني. كل شوي قاعد اغير مخططنا. طلعوا روحكم معي. انزين بخلص الاستيجون هذا الحين، بس خلنا نسوي سبلتر هني. السبلتر هني شوية مهم. وين السبلتر مولي؟ خلنا نسوي واحد، سوينا سبلتر هناك اظني، وهناك لحين ما صلحت ترى على فكرة يعني، بس ما بحتاج الانتاج الضخم من هذا الحديد، هو الانتاج الاضخم اللي احتاجه الفعلي يعني، الانتاج الضخم الفعلي اللي احتاجه الحديد. اللي هو نبقى اندر جراوند بلت صح؟ نعم باندرغراوند بلت، بس هذا ما بيضبط وضع اندرغراوند بلت. لازم اشيل هذا، اتصور اتصور لازم اشيل هذا هي، الا اذا هي بشيل مصنع واحد
ما عليه، مقابل الخير الأعظم سوف تخدم. بس خلاص انتهى الموضوع، حلينا بدون تعقيدات. لا 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 لا، صبر يا لون، ما يستينا مرة واحدة بالطريقة هاي. زين ترى هي شوي السالفة يعني فيها الوهجة، إذا هذاك صار قدام يكون فيها وهجة، اللي هي أنا بخبركم شو الوهجة. إنه يكون الطريقة هذا زين، نسوي هاي من الأول كان أحسن والله. آخر شيء الكلاسيك هو اللي يمشي، طريقة الكلاسيك اللي تمشي آخر شيء. وين الأعداء صاروا؟ ليش ميون؟ هل خافوا؟ ما هذا الجبن؟ شو هذا الجبن؟ ترى يا جماعة الوضع الحين قام شوي تعدل بالنسبة للمرحلة هذه، وخلاص يعني بنبدأ ننتج. خلاص هذا معناه ان شاء الله، ان شاء الله في الحلقة الجاية يعني انا بكمل لك، بنبدأ الانتاج الرصاص الاحمر. تمو صدق الرصاص الاحمر بيبدأ انتاجه الفعلي ان شاء الله الحلقة القادمة. فنشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله على خير. لا تنسون فولو سبسكرايب لايك، خلكم متابعين معانا لكل جديد.